السلام عليكم مشاهدي متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كي دوزتوا رمضان ديالكم نهار الاول مزيان؟ نتمنى تكون دوزتوه بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم الخبز ديال الهامبرغر، يعني الخبز اللي كيعجب الدراري الصغار، يعني اللي كياكلوا به لي ساندويتش ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوه لانه صراحه كينجح 100%. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا معايا هما هادو. كنحتاجوا هنايا نصف لتر من الحليب 500 ملل، يعني هنا غادي نبدا نخلط معكم نفس الوقت نعطيكم المكونات. هادو هما الكويرات ديالي، بعد ما عبرتهم كاملين قد يعني درت فيهم 140 غرام في كل وحده. دابا غادي نستفهم في الطاوه ديالي. الطاوه كما كتشوفوا راني فرشت فيها الكاغيط ديال الفران.
هنايا حاولوا ملي تحطوهم في الطاوه تبعدوهم واحد شويه ما يكونوش قرابين بزاف، لان مازال غادي يخمروا ومازال غادي يطيبوا، يعني كيتضاعف الحجم ديالهم. فحاول ما امكن تخليوا واحد المسافه ما بين كل وحده. انا دابا غادي نديرهم في الطاوه وغادي نحاول ما امكن انني نضغط عليهم من الفوق كما غادي تشوفوا معايا، غير واحد شويه تضغطوا عليهم باش مازال هما غيتزادوا وغادي يتنفخوا، يعني الا ما ضغطناش عليهم غيجيو بزاف منفوخين، فضغطوا عليهم غير واحد شويه كما كتشوفوا وغادي نغطيهم ونخليهم يخمروا. هنا من بعد ما كيخمروا كما كتشوفوا معايا كنجيبوا واحد زلافه كنديروا فيها ربع كاس ديال الحليب، يعني الكاس اللي قلت لكم كبير باش كتعبروا، وعندي معلقه كبيره ديال سكر سنيده كنخلطهم بجوج مزيان بهذه الطريقه كما شفتوا. كتجيبوا واحد الشيته بحال هكا وتندهنوا بها الخبيزات ديالنا من الفوق. من بعد كنرشوهم بشويه ديال الزنجلان من الفوق كما كتشوفوا، يعني كترشوا غير رشه خفيفه بحال هكايا. وانا الفران راني كنت شعلته قبل باش يسخن، وملي كندخلهم الفران كنديرهم على درجه حراره 180 درجه، وبالنسبه للمده ديال الطياب ديالهم 30 دقيقه. ملي نديروهم في الفران شعلوا عليهم غير لتحت حتى تحسوا بهم طابوا من التحت، من بعد شعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا شويه من الفوق. هذا هو الخبز ديالنا من بعد ما كيطيب، من بعد ما كنخرجوا من الفران كما كتشوفوا هو تحمر ليا من الفوق. هنايا مباشره ملي كنخرجوا من الفران كندهنوه بشويه ديال الزيت من الفوق كما كتشوفوا معايا، تدهنوه بالزيت من الفوق وهو باقي سخون، يعني مباشره ملي كتخرجوه من الفران. وملي تندهنوه بالزيت تنغطيه كنعاود نغطيه باش يبقى ليا الخبز ديالي طري. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الخبز ديال الهامبرغر من بعد ما كيوجد لينا، كيكون بحال هكا هانتوما، كيكون يعني رطب ومفشفش بزاف، يعني شي حاجه اللي ناجحه 100%، يعني جربوه ما غاديش تندموا عليه. كنتمنى فعلا تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير وتقولوا لي كيفاش جاكم، صراحه كيستحق انكم تجربوه وراه ناجح 100%. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الخبيزات اللي درت لكم، وان شاء الله الفيديو القادم غادي نوريكم غندير لكم كيفاش غادي يعني الحشوه ديال الخبز ديالنا ديال الهامبرغر، طريقه ديال التحضير ديالو. هانتوما كما كشتو انا حليت معكم وحده، شوفوا كي كيجي من الداخل كيجي رائع رائع وزوين بزاف، نتمنى تجربوه ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم، كنقول لكم بسلامه من هنا، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديالي ديروا ليا لايك وتشاركوا في القناه بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه اول مره، وضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد كنحطوا لكم. ومن هنا تنقول لكم سلامه، تنتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.